خذني للمرواح عود، خذني سن المنجلك ومني وجضي الخدود شمعة وبديرة هلك. ما عليك يا ديرة هلك اليوم. الله يحفظك. اهلا وسهلا بيك. الله يساعدك حجي. الله يسعدك. شلونك يا ابي؟ شلونك؟ شلون صحتك؟ ابو منو؟ ابو ستار. ابو ستار حياك الله يا ابو ستار. حي الكل. احنا اليوم بضيافتك وسوق العمارة. من اليوم هسه صرت بعلو النخل. الله يحفظك. رحم الله والديك. ان شاء الله دائما ان شاء الله اخو عالي مثل نخلنا. المنجل له ذوق وشخصيه عراقيه. المرواح، الكرك، المسحاء، كل هاي التفاصيل. فراح ندردش وياك نسأل بعض الأسئلة عن الأدوات العراقية. ممكن تعطينا معلومات عنها حضرتك؟ شلون تصنعونها يعني؟ هذا شنو هذا يستعمل؟ هاي للمسحاء، ثبات للرجل عاد يدوس على المسحاء. حتى لما يضغط عليه لا تعور رجله. من ترسل على الحديدة يتأذى. هاي مكاين المنجل. حصاد شلي، حصاد دجن، حصاد اكو انواع عليه حجي. انواع تسميات هذا كسيره هاي منجل نسميها مال حصاد. اكو شلبه صغيره هالطول تتسمى شلبه تنظيف الاشجار، تنظيف الخضره، تشلع بيها، تحش بيها، كل شيء تسوي بيها. هذه الفاله. هاي الفاله هذه تكون بشكل يعني اكيد يخلولها مثلا شكلها الشكل يكون تتركب هالشكل لازم. وهذا الكتاف نسميه. هذا قريب. هاي هاي لما عمي ما تتعوض. الله يحفظك. شو يعوضها؟ الله يحفظك. الله يسلمك. بس صحيح حياتنا لك كل مكان بالعالم. شكرا لجزيلا. شكرا لك.